السلام عليكم ورحمة الله. الميزة جديدة من الفيسبوك والتي تتمثل في الفيديوهات الشخصية بدلا من الصور الشخصية على الفيسبوك، حيث قامت الفيسبوك بإطلاق هذه الميزة ولكنها لم تصل إلى أغلب المستخدمين وخصوصا في الدول العربية. ولكن لمستخدمي أجهزة الآيفون والآيباد والآيبود الشغالة بنظام iOS طبعا والتي تم عمل عليها جيلبريك يمكنهم القيام بهذه الخطوة والحصول على ميزة الفيديوهات الشخصية قبل أن تصل إليك وقبل الجميع. لا تبتعدوا كثيرا وابقوا معي، نمر إلى الشرح مباشرة بعد هذا الفصل الإعلاني القصير بالطبع. إذن في البداية ستنتقل إلى السيديا، بعد ذلك ستقوم بتنزيل هذه الأداة FBVB Enabler كما ترى أمامك من السورس بيك بوس، ستقوم بتنزيلها. بعد ذلك ستنتقل إلى الإعدادات حتى تقوم بتفعيل الأداة، طبعا لأنه في البداية تأتي غير مفعلة. ستنتقل إلى إعدادات الأداة وتقوم بتفعيل الخيار Enable وتقوم بالريسبرينج أو إعادة تشغيل السبرينج بورد. بعد ذلك إذا انتقلت الفيسبوك ستجد ان الصور الشخصيه قد تم اضافه اليها ميزه تيك ا نيو بروفايل فيديو، اي تصوير فيديو وكذلك ابلود صوره او فيديو بدل من ان كانت صوره فقط. واذا لاحظت صوره الشخصيه هي عباره عن فيديو بدل ان كانت صوره فقط، كما ترى علامه الفيديو موجوده بجانب الصوره الشخصيه. اتمنى تكون هذه الحلقه قد اعجبتكم، رجاء ان اعجبتك هذه الحلقه لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك السبسكرايب للتوصل بجديد الحلقات شبه يوميا. طبعا في حال كانت هذه اول حلقه لك لحلقات محمد صغير ومدونه العالم الافتراضي، حتى وان كنت يعني لم تكن اول حلقه ولم تشارك لحد الان فلا توجد مشكله، يمكنك فقط الان الاشتراك بالنقر على زر سبسكرايب يظهر الان اسفل الفيديو على يمين قم النقر عليه. ننتظر في حلقه قادمه باذن الله، لا تنسى الاعجاب بصفحه العالم الافتراضي على الفيسبوك. ننتظر في حلقه قادمه. Thank you.